نروح نطمن الناس اكتر على فريقنا النهارده. روح لمراسلنا الشريف شعبان. شريف، مساء الخير عليك، وعايزين نطمن بقى على النهارده اليوم الاخير للفريق وللاعبين قبل المباراه، وتقول لنا الكواليس كده النهارده. مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن احنا الان في الفندق المقيم فيه مراقب المباراه، ويمكن الاجتماع الفني حالا او امتدى منذ قليل بحضور طبعا رئيس البعثه الاستاذ محمد الضماطي، ومدير الكره الكابتن السيد عبد الحفيظ، والمدير الاداري الكابتن ماهر عبد العزيز. بيعرضوا في الملابس اللي هتكون بكره في الزي الموجود بكره في المباراه، بيعرضوا في ان المفروض يعني الفريقين يكونوا موجودين قبل بداية المباراة بساعة ونصف، ولو في أي مشكلة قابلت فريق النادي الأهلي في فندق الإقامة أو في ملاعب التدريب أو أي ملاحظات الأهلي حابب يتكلم فيها هيتكلم فيها. لو حابين كمان يتكلموا في أي حاجة تخص المباراة النهاردة هيتكلم طبعا مدير الكرة الكابتن السيد عبد الحفيظ. يمكن الحضور الجماهيري اللي بنسمع عنه أن يعني تم طبع 30,000 تذكرة، لأن ساعة الاستاد حوالي 60,000 تذكرة، فطبعا عشان التباعد الاجتماعي تم طباعة 30,000، لكن اتباع كام من 30,000 إلى الآن ما تمش الإعلان عن عدد البيع، ولكن منافذ البيع من يعني سؤالي للسفارة المصرية ما عليهاش ضغط قوي، يعني كل منفذ بيبقى عليه حوالي 20-30 واحد. هيبان بقى النهارده في نهاية اليوم لو أعلن فريق سيمبا على الحضور الجماهيري، ولكن توقع الشخصي وليس رسميا ممكن ما يعديش ال 10,000، ولكن ده توقع شخصي وليس رسمي. استاد اللي هتقام عليه المباراة استاد من جميل، استاد ولا أروع ولا أجمل، أرضية الملعب كويسة جدا جدا جدا. الأهلي اتمرن عليه النهاردة في الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت المباراة، والمناسبة ده هيكون طبعا ميعاد المباراة الرسمي. بطمنكم أرضية الملعب كويسة جدا مش سيئة جدا، اللعيبة ما اشتكتش منها، الكرة بتمشي على الأرضية كويس جدا. بإذن الله بكرة مستر بيتسو موسيماني يختار 11 لاعب بكرة بإذن الله، يعني بإذن الله بإذن الله يكون التوفيق موجود مع النادي الأهلي بإذن الله هنفوز بكرة على فريق كبير هو فريق سيمبا. شريف، خليني معاك لو في أي استفسار. خليني أسألك على فيما يتعلق بس بجزئية الحضور الجماهيري، هل هيتم تخصيص أماكن لجماهير النادي الأهلي؟ هيبقى في مدرج بعينه يعني مخصص لجماهير النادي الأهلي؟ لأنه عارف أنه ممكن يكونوا في مصريين يعني حريصين أن هم يحضروا المباراة، وأعتقد كمان أنه حتى من تنزانيا ممكن في، وده حصل قبل كده معانا كتير، ممكن مثلا من جماهير يانج أفريكانز ناس تحب أنها تكون موجودة في المباراة أو تساند النادي الأهلي. فهل في حصة، هل في عدد معين من التذاكر، هل في أماكن معينة في الملعب المباراة هتكون مخصصة لجمهور النادي الأهلي؟ سيمبا الى الان ما اعلنش عدد التذاكر المخصصه الى النادي الاهلي، ولكن في الاجتماع الفني اكيد لازم يعلن في الاجتماع الفني امام مراقب المباراه والمنسق الاتحاد الافريقي. ولكن هنا جماهير يانج افريكانز بتتمنى فوز النادي الاهلي، العاملين في الفندق المقيم في النادي الاهلي مشجعين لفريق يانج افريكانز وبيتمنوا فوز النادي الاهلي، لان فريق سيمبا التنزاني هو الغريم التقليدي طبعا لفريق يانج افريكانز. ولكن بيتكلموا كويس جدا على فريق سيمبا ان فريق قوي، بس هو فريق القوي بدنيا وفنيا، ولكن كل الناس بتقول الاهلي قادر باذن الله على الفوز على فريق سيمبا التنزاني. ولكن الى الان لم يعلن عدد بيع التذاكر، هيخصصوا مدرج للنادي الاهلي ولا لا، مدرج ليانج افريكانز لو حب يحضروا في نفس مدرج النادي الاهلي ولا لا، كل ده لم يعرض. ولكن عندنا امل باذن الله يعرض طبعا في الاجتماع الفني او يتناقش في الاجتماع الفني، لان في ممثل من اداره فريق سيمبا التنزاني طبعا هو رئيس البعثة المصري الأستاذ محمد الضماطي طبعا يعدو مجلس الإدارة. وخليني أقول لك أحمد وسارة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على تواصل، يمكن فتح خط ساخن مع رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي أول بأول على طول. التليفونات في خط ساخن، في التليفونات كتيرة جدا، في كل شوية الكابتن الخطيب بيطمئن على بعثة النادي الأهلي. النهاردة كان انتظار المسحة، يمكن المسحة غابت عملناها أول امبارح، ظهرت النهاردة قبل التحرك إلى ملعب، كانت الساعة 3:30 عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ظهرت يمكن متأخر، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله سلبية المسحة لجميع الأفراد. ويرجع إلى القرار الحكيم اللي اتخذه طبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي، إدى يعني التعليمات واضحة جدا، ممنوع منعا باتا خروج أي من البعثة حتى الإعلامية المرافقة لفريق النادي الأهلي بالخروج خارج الفندق الملعب والفندق والفندق والملعب فقط لا غير. وبالفعل أتت ثمرها والحمد لله، البعثة كلها بخير، وبإذن الله بإذن الله بكرة بإذن الله بعد المباراة بإذن الله على المطار على طول على
القاهره باذن الله، ونكون موجودين باذن الله على الساعه 1:30 2 صباحا باذن الله، باذن الله في القاهره راجعين باذن الله، باذن الله منصورين باذن الله ان شاء الله. شريف خليني اسالك على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه في سواء في الملعب او في فندق الاقامه، ومدى تاثيرها كمان او مدى امكانيه انها ممكن تكون بتعوق فكره حاله التاقلم والمعايشه للاهلي بيعملها عشان يتعود على الاجواء في تنزانيا ويقدر يلعب المباراه الى حد ما، ما تكونش عامل درجه الحراره او عامل ارتفاع درجه الرطوبه مؤثره عليه بشكل كبير. طيب جزئين، الجزء الاولاني عامل الرطوبه والحراره، ان درجه الحراره عاليه جدا من ساعه ما دخلنا تنزانيا، احنا مصيفين الجو حر جدا، الرطوبه عاليه جدا حتى صباحا او مساء، ولكن مستر بيتسو موسيماني والخبره والحنكه الافريقيه مرن لاعبي النادي الاهلي الساعه الثانيه ظهرا بتوقيت تنزانيا، الرابعه عصرا هتقوم المباراه. فالنهارده في التمرين الرئيسي اللي كان الساعه 4 بدات، اللي طبعا الجو كسر خالص درجه الحراره غير الساعه 2، فاللعيبه تعودت في التمرينات السابقه في الثانيه ظهرا في جو اشد حراره، النهارده بالنسبه لهم الجو كان كويس جدا في الرابعه عصرا، فالجزئيه دي مستر بيتسو موسيماني قدر يتغلب عليها. وكمان عامل الوقت، احنا جايين من يوم الجمعه فقعدنا ايام كتيره، فبرضه قدرنا نتغلب على هذه الجزئيه. جزئيه الاجراءات الاحترازيه في بعثه النادي الاهلي اجراءات احترازيه كامله، ولكن خارج الفندق انا ما بشوفش كتير، واحنا متوجهين الى الاستاد او ملعب التدريب اللي كان بيبعد عن فندق الاقامه 5 دقائق، او الاستاد اللي هيقوم عليه مباراه بيبعد حوالي من 25-30 دقيقة، ما بشوفش أي إجراءات خالص وقائية في البلد. يمكن الكمامة حتى ما حدش بيرتديها، يعني ممكن تلاقي مثلا كل 10-20 تلاقي واحد بس لو بيرتدي الكمامة، أغلبية هنا الناس مش لابسة كمامة خالص. في الملعب الوضع مختلف نسبيا، يمكن اللي أكبر الناس كلها على ارتداء الكمامة هو مسؤولي الاتحاد الأفريقي، هم أصروا إن ممنوع حد يخش إلى أرض الملعب. طب خليني عشان وقتنا شريف، كمان طلبوا البي سي آر من جميع المتواجدين عشان وقتنا، بس الجماهير اللي هيسمح ليها بدخول الملعب هل هيتم عليها يعني إجراءات معينة أو هيفرض عليها بروتوكول معين عشان يتأكدوا من سلامتهم، ولا ده برضو شيء ما فيش يعني تفاصيل عنه أو لم يعلن حتى اللحظة؟ صعب، لان هنا سعر المسحه 100 دولار، 100 دولار رقم كبير جدا، فانا اشك طبعا كل الشك ان ممكن الجماهير اللي تحضر المباراه تعمل لها بي سي آر، مسحه غاليه جدا. فانا طبعا من المستحيل اجراء الجماهير للبي سي آر. تمام، طيب انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله كمان الاهلي هيلعب بالتيشيرت الزرقاء، يعني احنا جربنا الاحمر وجربنا الرمادي، نجرب الازرق. احنا بتهيألي الاهلي ما حصلش انه لبس ازرق في السيزون الجديد، صح؟ مش فاكره. ان شاء الله وش يكون حلو على النادي الاهلي ان شاء الله يا رب.